فنقول يا جماعة الخير يعني جمل طاعتك بحبها، لا تقبحها بكرهها. ندري إن نفسك ما تبي، لكن اغصبها الله تعالى. أصلا الآن يعني إذا كنت ما ترضي نفسك والشيطان يضيف عليه شوي، وش صار الدعوة؟ صارت عبادة المجر والنجر. كم تشاهدون؟ ولا ولا يلا كم؟ ايش كنا نقول؟ نقول يا اخي انبسط بالطائرة. ايوه شوف، لا تعتقد انه لا ما راح تصير، لا تعتقد انه بيجي يوم من الايام يشيل الذاكرة منك ويحط ذاكرة مطوع، ويحط ذاكرة محمد عبيد، ولا يشيل المودم على مقام ويحط لك مودم صحة شيخ، ولا حق الناس الصالحين، لا ما تجي كذا. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس، يعني ايش؟ يعني نفسك تهوى الخراب وتهوى انك ما تطيع الله، هذه نفسك، لكن لو اصبتها انت اصبحت بعد ذلك هي خلاص محبته ولذته بطاعه الله عز وجل. شوف بعض الشباب نوت تجي امام العطاء والتقوى. ايوه فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نقول ايش؟ كم من الشباب عندنا من اول؟ والله يا اخوان اعرف رجل سووا لي شيء 6 ايام سهران يحرس خوفه، سهران ما نام يا شيخ، والله يقول ما كذب قسم بالله، والله العظيم يحلف بالله ما كذب مخدرات، اني سهران 5 ايام 6 ايام خايف على خوفه ما استراح لحد يجي، وحتى اخر شيء خلاص التركيز عندي صار صعب زي المجنون. قاموا الشباب اخذون ودقون، يعني شغال سيئة سمية، دقون يعني تكتفون وجلدون وكفخون وانطبون، عرفتوا؟ واجدعوا بدون كمية وافتحوا الدش عليه يوم كامل، يلا هذا أعصاب. لكن لما هداه الله تعالى، والله العظيم يا جماعة والذي أنزل الماء من السماء إنه أكثر ما يركز بدعوته لأصحاب العلاقات العشر، وهدى الله على يده شباب كثير بعد ما كان يبحث، لما حب الله واتى الى الله تعالى فتح له الله الطريق بصره.